البسبوسة أقسم يسموها النمورة أو الهريسة، سويتها بالجبنة الكريمي وطلعت تذوب ذوبان كثر ما هشة وناسة. بكاسة خليت علبة قشطة ونص كوب من العسل، المنكهات حسب الرغبة، بس أنا خليت شوية من مي الزهر وشوية من مي الورد. ضفت ربع كوب من زيت جوز الهند وجنت موعته بالمايكرويف، وخليت رشة من الملح والبيكنج سودا وخاشوقة صغيرة من البيكنج باودر. ضفت لهم كوب من جوز الهند المطحون وسط ونص كوب من طحين اللوز، وهاي الخطوة اختيارية بس يسويها كلش هشة. بعدين خليت كوبين من السميد وخلطت كل المكونات لحد ما صارت عجينة لينة بس متماسكة. واخر شي ضفت جبنة كريمية، ممكن تختارون اي نوعية تفضلوها بس ما تكون مالحة، وانطيتها تقليبة خفيفة. وبتبسي مدهون مسبقا صبيت الخليط، زينتها بجوز الهند الخشن ولوز مقطع، شويتها مدة نص ساعة بالفرن على درجة حرارة 350 فهرنهايت. وفطوري خليت علبة من الحليب المبخر وربع كوب من العسل، خلطتهم وانتظرتهم لحد ما فاروا. ومن استوت البسبوسة صبيت الحليب هو وحار وانتظرتها تبرد وتتشرب الحليب، وبس بالعافية.